بعض الأبواب لم تكسر فتحت جوا بالأقبية بالمخازن. هذه كلها تشير بماذا؟ يعني تشير إلى شيء من أنه طيب كيف عرفوا هذا الصندوق هنا؟ كيف عرفوا أنه هنالك حائط خلف باب؟ كثير من الشغلات من ضمنها ذكر وجود شخص بالفوج الحماية اختفى وهو والمفاتيح اللي بيده هذا هل موجود أو ما موجود، هذا الموضوع لا نعلم به. هنالك خبرية أخرى من دخلوا الأميركان دي يتساءلون وين القوائم انتو ايش قد اللي ضايع منها؟ أول رقم طلع 170,000 ضايع. طبعا 170,000 هذا رقم فلكي يعني ما حد داخت الدنيا كلها به. بعدين آخر شيء بالنهاية وصلوا إلى قراره أنه هو 15,000 تقريبا بهالحدود، رجعت منها 4,000 أو شيء من هذا القبيل. لكن الأهم من هذا ذكر فتشغلة في تفصيل اللي سأتذكرها أنه هنالك إحدى ما أعذرني دكتور ما راح أجيب أسماء يعني أنا ما أريد هذا، لكن اللي يريد يقدر ينقب ويبحث بالمؤلف وأنا إذا ذكر Thieves of Baghdad ماثيو بوغدانوس، هذا اللي يريد يدور خليه هناك يدور الأسماء. ذكر أنه من يحققون أحد الموظفين ذكر قائمة سلمة معينة المن. إلى بوغدانوس أو إلى المسؤول الأمريكي، قائمة قبل بوغدانوس عذرا قبل بوغدانوس المسؤول الأمريكي اللي إجى دي العسكري قال له هذه هي القائمة اللي اختفت. إجى سأل شخص ثاني ما هي المسروقات، اكتشف أنه هنالك عدم تطابق بين القائمتين، كأن إحدى القوائم بها قصدية أنه هذه ضاعت وهي بالحقيقة موجودة. مضايع. هي مضايع موجودة. زين؟ هذا اللي قدمه عراقي؟ عراقيين اثنيناتهم. زين؟ هذه موجودة في الكتاب. أنا بالنسبة لي طالعتها لكنني لم أتحرى الأمر من لأنه يعني تعرف الدكتور دورنجر الله يرحمه توفى وهو كان يعني قائم على الأمر كله ويعرف الناس منو ذولا ومنو ذولا. التحقيقات اللي جرت بعدها تحقيقات سرية، لم يتم نشر هذا التقرير اللي أشير به. دائما أكو عملية خلينا نقول بصراحة تكتم على هذا الموضوع، يعني ما حد يريد يشير. مدير عام الآثار جابر مستاذ جابر دكتور جابر نعم. دكتور جابر إيش قال؟ نعم. الدكتور جابر يعني رجل يعني بصراحة أكاديميا وإداريا كفو، لكنه لم يعني خلينا نقول لم يضع الأصبع على الجرح في تصريحاته، يعني حاول أن يخليها ضمن الإطار الوظيفي. مدير المتحف منه كان في وقتها؟ لا أتذكر بالحقيقة كان مدير المتحف بالضبط، في أعذرني يعني لا يحضرني الاسم في هذا الوقت، ربما أتذكره يعني. زين شنو باب الإلكترونية معطلة؟ الباب الإلكترونية كانت معطلة. نعم باب المتحف كانت معطلة بالإضافة إلى معطلة أو عاطلة خلينا نقول تخصيصات ماكو. اللي صدر في تقرير للدكتورة فوزية المالكي نشر في مجلة سومر أنه لم تكن هنالك تخصيصات مالية كافية لإصلاح الباب، وجرت محاولات. أنا الآن أشير بالاسم لأنه التقرير موجود في مجلة سومر اللي يحب يطالعه، أنه لم تكن هناك تخصيصات، جرت محاولات لكن ماكو تخصيصات، كان حصار وكان كذا. بس قاموس الدولة السابقة ترى ماكو هيجي، لأنه نعم. دولة يجيها إنذار بأنه المتحف مهدد بالسرقة، نعم، ويظل الباب الإلكتروني معطل ويكتب لجهات عليا ويقول ماكو تخصيص. أنا بحكم معرفتنا بالدولة السابقة هذا ما يصير. نحن نتعامل بالمعطيات بصراحة. أنا قرأت هذا التقرير. الشغلة الأخرى دكتور اللي لازم المشاهد الكريم يعرفها، ما تم سرقة الآن من المخازن وقد طريقة فتح المخازن، وأنت ذكرت الدكتور أسامة النقشبندي اللي يذكر في هذا التقرير للدكتورة فوزية المالكي أن الذين دخلوا كأنه وجبات، عملية إشاعة فوضى أولا، فأول دخول هو إشاعة الفوضى، وثاني دخول الذين فتحوا الباب كسروا الباب. بعضهم ذكر دكتور أسامة النقشبندي في شهادته في ذكرة الدكتورة فوزية المالكي يتحدث بلكنة خليجية أقرب إلى الكويتية منها إلى شيء آخر. هذا ليس اتهام لكنه هكذا ورد. نقطة أخرى دخلت وراء هاي الفوضى اللي صارت، أكو ناس دخلوا للإدارة باقوا كمبيوتر ميز مثل ما كل الآخرين سووا هذا الشيء، لكن اللي وراهم بدأت تدخل جهات متخصصة. شلون؟ عندها يعني شفنا انه مثلا عندها قطع مال هاي اللي نسميها احنا الالمازه اللي تقطع، زين؟ ما راحوا على صناديق محدده، اماكن وقطع محدده في اماكن محدده، كانت الدنيا ظلمه جوا كهرباء ماكو. لقينا نسخه مفاتيح للابواب، بعض الابواب لم تكسر فتحت جوا بالاقبيه بالمخازن. هذه كلها تشير بماذا؟ يعني تشير إلى شيء من أنه طيب كيف عرفوا هذا الصندوق هنا؟ كيف عرفوا أنه هنالك حائط وخلف باب؟ أكو أدلة يعني كيف إذن؟ هو بالمناسبة
حتى المعهد الشرقي في وقتها الدكتور البروفيسور ماغواير جيبسون ذكر شغله قال اني نعم اكو كلها دلائل وقرائن وتذكر انه يعني اكو يعني نوع من ما نقول تواطؤ وانما اهمال خلينا نسميه، لكن بنفس الوقت الامريكان الادعاء مالهم الاخر الاهمال الى وجه مبين بس مال يجون ناس يندلوها بالمخازن وبالغرف ما اكو دليل اكو دليل يعني هاي هذه اللي ما نقدر يعني نحكم بيها بصراحه ولا نتهم بها احد، لكنه دكتور اكو اللي ذكرته موضوع بروفيسور ماغواير جيبسون ذكر شغله كلش حلوه في تقديم الى ذات مره، قال الامريكان والجيش الامريكي يقول انه اكو كان صار عمليه اشتباك من سطح المتحف والهيئه ومع القوات الامريكيه القادمه الداخله، يقول من جينا فتشنا اكتشفنا انه اكو فقط 3 ظروف لرصاص واكو بدله او بدلتين لجنود وبقعه دم وهاي هي، يعني ماكو اثار اشتباك حقيقيه ومثبت الموضوع نقدر نشوفه للساده المشاهدين ثبت وتوثق موضوع، بينما هم نشوف الفتحه اللي صارت في باب متحف الطفل تحت البوابه الاشوريه مدخل بالمتحف العراقي، هذه اللي هي متحف الطفل اللي كان عندنا دلال على اكو قصف، زين يعني كيف يعني 3 يعني ما نريد نقول انه يا امريكان انتم ما تصرفتوا بمسؤوليه فقط انه تصرفتوا بعنف مع الموضوع وتركتوا صار اللي صار بالوقت اللي هم كانوا يدعون ويقولون احنا مو قوات شرطه مدنيه، احنا ما مدربين حماية المواقع هذه، إنما إحنا جايين وبوقتها كان عندنا خوف وخشية على القوات الأمريكية والأفراد. إذا نقدر نقول صفحتين بسرقة المتحف، صفحة فوضى وصفحة احتراف. نعم نعم أكيد أكيد هذا بس لا الناس تحطها في بالها أنه اللي راح هو من القاعات، لا المطلوب كان غير شيء وهي ليست بالقطع ربما الكبيرة. حضرتك قلت هي منقولة إلى أماكن بديلة. نعم. شلون سرقت من الأماكن البديلة؟ لم تسرق من الأماكن البديلة. بقت. عادة هذا اللي نشوفه اليوم بالقاعات. هذا كله جهود الموظفين اللي نشكرهم أسماء محددة لم أعرفها بصراحة لكنه يبدو أنه تشكلت لجنة وهذه اللجنة اللي تشكلت قبل الدخول وهذه اللجنة مؤلفة من ناس معينين نقلوا جميع هذه القطع من القاعات إلى الأماكن البديلة الحصينة ورجعت وهي ما عليها أي شيء. الرقم المتداول المعتمد نعم. من القطع اللي سرقت من المتحف الوطني إيش قد؟ آخر رقم صار بحدود في مؤتمر إسطنبول أتذكر وأورد أيضا ماثيو بوغدانوس بحدود 15,000 تقريبا من المتحف. نعم من بقية المتاحف. بقية المتاحف بالحقيقة اللي صارت ورا ما صارت مال 90 والواحد 91 يعني تعلمنا الدرس، فأغلب اللي يتم يعني الأصلي ما كان يوضع في تلك المتاحف البعيدة وتوضع نسخ جبسية. بالمناسبة على ذكر النسخ الجبسية الدليل الآخر أنه الذين دخلوا المحترفين في متحف بغداد ما باقوا الجبسية، الجبسية لا كسروها ولا اقتربوا منها ولا أخذوها. وبالإضافة إلى هذا أريد نذكر شغلة نشكر بيها الحس الوطني العالي لبعض الشباب العراقي الذين دخلوا واحتفظوا ببعض القطع وأعادوها حينما شعروا هنالك حكومة عظيم أو هنالك فعلا يستحقون. ومنها أيضا نذكرها الإناء النذري اللي خلينا نسميه هو قصة الخليقة العراقية. أشهر وأثمن ما سرق شنو؟ بالحقيقة هذا لحد الآن ما خلينا نعترف بشغلة أنه إحنا ما عندنا سجل آثاري على كمبيوتر أو على يعني من جو الأمريكان، واحد الفصول اللي ناقشناها بالكتاب لماذا ما عد